هنروح دلوقتي مع حضراتكم لفقرة الكاريكاتير. أول كاريكاتير معانا النهاردة من الوطن السعودية بريشة الفنان هنداوي عن عملية السلام. ومن الرياض السعودية ده كاريكاتير على قناة الجزيرة بريشة الفنان ربيع عبد العزيز. من المدينة السعودية كاريكاتير بريشة الفنان علي الغمدي عن الحوثيين. من تايمز البريطانية ده كاريكاتير عن تريزا ماي. مروة نور لها كاريكاتير على الأخضر.